للمزيد من النقاش ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد. دكتور محمد، بعد التحية على شاشة إكسترا نيوز في هذه التغطية، كيف قرأت هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ دلالات هذا الإعلان يعني على الاقتصاد المصري، تفضل. في البداية برحب بحضرتك السادة المشاهدين. طبعا في يعني شهادة مهمة جدا في هذا الوقت تحديدا بما تشهده المنطقة من آثار سلبية للعدوان الصهيوني على غزة وما لم بالمنطقة، وتأثرت فعلا مصر به في شكل تأثر إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التكاليف الدعم التي توليه الدولة المصرية لإخواتنا في غزة. لكن على المقابل، الدولة المصرية خلال الفترة الماضية أحدثت طفرة حقيقية وملحوظة في الاقتصاد المصري من خلال استكمال السياسات الإصلاحية التي أتت بثمارها في شكل استخدام استثمارات من كافة دول المستثمرة دول العالم، في شكل استثمارات مستدامة تخص الاقتصاد الأخضر، في شكل إصلاحات طالت السياسة النقدية. ويمكن النهاردة ما أطلقته لجنة السياسات النقدية من خلال تحرير سعر الصرف وتركه لآليات السوق، أعتقد كان شيء مهم جدا، قادت نهائيا على سوق السوداء أو السوق الموازي لتداول السعر الصرف. السياسات الإصلاحية اللي انتهجتها الدولة، اللي قدرت من خلالها أن هي تسلط الضوء على ما لدى مصر من فرص استثمارية، قدرت تسوق الفرص الاستثمارية، من خلالها زادت تدفقات النقد الأجنبي في شكل تدفقات استثمار أجنبي مباشر، قدرت من خلالها مصر أن هي تعيد مرة أخرى الحصيلة الدولارية في شكل زيادة العائدات المصريين العاملين بالخارج مرة أخرى، زيادة النشاط السياحي، وأعتقد أن كان ملف مهم جدا بزيادة محفظة القطاع السياحي، ومن أهمها طبعا أنه نعول عليه العنصر الجديد والمهم اللي هو الساحل الغربي الشمال الغربي، وما شاهدناه من أسلوب جديد في التسويق للملف السياحي، أعتقد أنه هو بقى زيادة أو إضافة قوية للقطاعات السياحية اللي بتمتلكها مصر. كل هذه الأمور طبعا بالإضافة إلى حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والدبلوماسية التي تنتهجها الدولة المصرية وكذا السياسية المتوازنة، اللي أعطت مصر الحالة من التوازن السياسي والاقتصادي. كل هذه الأمور طبعا في الآخر محصلتها إن احنا نشهد التصنيف مهم من ستاندرد أند بورز، وأعتقد إن سنشهد في الأيام القليلة القادمة تصنيفات أخرى من سواء من مودز أو فيتش، فأعتقد ده كله بيدعم الاقتصاد المصري وبيعطي شهادة ثقة لمستثمري العالم أن الدولة المصرية باقية على الإصلاح وتسعى إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحصلت خلال السنوات القليلة الماضية. يعني حضرتك تحدثت عن التحديات التي تواجه المنطقة، منطقة شرق الأوسط بشكل عام، كيف واجهتها مصر؟ مشروع رأس الحكمة واستغلال الأماكن السياحية في مصر، أيضا القضاء على السوق السوداء وتحرير سعر الصرف، وأن هذه شهادة ثقة في مصر مع كل ما يحدث هناك أمن وأمان، هناك مؤتمرات عالمية تقام على أرض مصر، منتديات عالمية تنقطع لمدة 20 عاما، ومن ثم تقام يعني في بلد إفريقي مثل مصر، في ظل كل هذه التوترات والتحديات، هل سنشهد أيضا يعني مزيد من الازدهار في الاقتصاد المصري ومزيد من هذه الشهادات وشهادات الثقة، بما أننا يعني مضون في الطريق الصحيح؟ زي ما حضرتك تفضلت، احنا الحمد لله احنا يعني خلاص اخذنا الطريق الصحيح وعرفنا السبل بتاعته، ويمكن الدوله المصريه كان فيها استباقيه، يعني تشهد يعني تحسب طبعا للقياده السياسيه ان كان في استباقيه فيما تم انشاؤه من مشروعات قوميه، يمكن كان كثيرا ما يوجه اللوم للقياده السياسيه وللحكومه ما الداعي من مثل هذه المشروعات، لكن طبعا اثبتت الايام ان الاستباقيه كان لها دور كبير جدا في امتصاص الصدمات اللي بتعاني منها دول المنطقه بالكامل. الحمد لله مصر النهارده في معزل عنها، وليست بالهدف اليسير عشان نصل الى هذا المعزل، لكن النهارده بالحفاظ على مكتسبات تحققت بالفعل على ارض الواقع، تحققت ودفع ثمنها كافه اطياف الشعب، بدايه من الشعب الذي آمن بوطنه وآمن بقيادته والتف حول هذه القيادة لدعمها. فأعتقد النهاردة النتيجة اللي احنا بنشهدها النهاردة في تغير كامل في شكل الواقع الاقتصادي، صحيح عندنا أزمات، صحيح عندنا مشاكل، لكن النهاردة في تعامل إيجابي مع مثل هذه الأزمات، في تعامل إيجابي لامتصاص الصدمات وتخفيفها على كاهل المواطن المصري، في دور اجتماعي بتبذله الدولة المصرية بعيدا عن الشق الاقتصادي. يمكن لا تعد من الأمور الاقتصادية، لكن الشق الاجتماعي ثبت
يمكن بالتجربة ثبت أن الشق الاجتماعي ومظلة الحماية الاجتماعية التي تفرضها الدولة المصرية هو نموذج بينظر إليه العالم بعين الاعتبار. ويمكن من أهم الأسس اللي بتستند عليها مؤسسات التصنيف الدولية هي ليست الأمور الاقتصادية فقط، لكن بتنظر إلى مظلة الحماية الاجتماعية التي تفرضها الدولة. هل هي تركت شعبها واهتمت بالاقتصاد فقط؟ هي اهتمت بملف الصحة والتعليم؟ هي اهتمت بالقضاء على العشوائيات؟ كل هذه الأمور تعد نفقات بمئات المليارات وتعد عبء كبير على الموازنة، لكن الدولة اللي بتبني نفسها وبتنظر للمستقبل اللي بنقول فكرة الاستدامة إن هي بحفظ الأجيال القادمة فيما يتم إنشاؤه من المشروعات في اليوم الحالي، أعتقد هي دي الصيغة اللي ابتدت فيها التجربة المصرية، واللي أعتقد إن إحنا بنؤتي ثمارها النهاردة بشكل إيجابيات أعتقد في وقت ملح جدا، في وقت بتمر به العالم كله، مش هتكلم عن المنطقة فقط، العالم كله تأثر نتيجة الأحداث الجيوسياسية اللي بتمر بالعالم، لكن مصر ما زالت الحمد لله ربنا حافظها بحفظ الله وبدعم الشعب والتفاف وحلو قيادته ربنا حافظها. فعشان كده بقول ان القادم باذن الله افضل، وده مش كلام للاعلام او للدعايه، لكن النهارده ما تم استحداثه في مصر خلال السنوات الفاس بس اللي احنا كلنا شاهدناها ليس بالهين ولا بالتسير، دول كبيره لم تستطيع فعله. فالنهارده دوله بتبني نفسها من جديد، بتعيد صياغه واقعها الاستثماري والاقتصادي والاجتماعي من جديد، اعتقد ان ده كله جدير بالاشاده. ويمكن النهارده هذه الشهاده هي شهاده ثقه في الواقع الاقتصادي المصري اللي بتدعم المستثمر الاجنبي اللي دائما ما ينظر الى استثمارات هذه المؤسسات باعتبارها المرجعيه الاساسيه بجانب طبعا البنك والصندوق الدوليين. فاعتقد النهارده الجهود اللي تم بذلها بتؤتي ثمارها في مثل هذه الاشادات، واعتقد باذن الله سيكون لها مردود اقتصادي باكثر من خلال زياده تدفقات الاستثمار، واللي احنا كلنا بشاهدنا في الفتره الماضيه في حاله من الزخم وحاله من السعي من مستثمرين العالم لاقتناص الفرص. النهارده مصر بقت هي الدوله المحوريه التي تمتلك الموقع الجغرافي وتمتلك البنيه التحتيه وتمتلك الاليات لنجاح الاستثمارات. دكتور محمد، يعني من هذه النقطه البنيه التحتيه والمستثمر الاجنبي، وان اي مستثمر سيأتي للاستثمار في مصر سيذهب للنظر للبنية التحتية والمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية. وكنت تتحدث حضرتك منذ قليل عن يعني لوم شريحة كبيرة من الشعب المصري للدولة في وقت من التوقيت بهذا الاهتمام بهذا الملف وبناء الطرق والكباري وتطوير البنية التحتية وما إلى ذلك. كيفية تأثير ده على هذه النظرة الإيجابية والمستقبلية ويعني جذب مصر للكثير من المستثمرين والمشروعات بسبب هذه المشروعات؟ طبعا هي المشروعات القوميه اللي قامت بها الدوله المصريه، ويمكن ذكرت ان كان بيقدم فيها اللوم من قبل المصريين جميعا، يعني طبعا اللي استمع غير اللي شاف دائما. صحيح. ما الشعب المصري فيه شيء من العاطفه يسمع ما الداعي من مشروع مثل تنميه الطرق، وما الداعي من مشروع مثل الصوامع، ما الداعي من مشروع زي الطاقه النوويه اللي بتبذل بيتم انشائها في منطقه الضبعه، ما الداعي من طرق خمس حارات او 10 حارات في منطقه العلمين. لما النهارده اشوف البنيه التحتيه اللي تم استهدافها في مشروعات الطاقه النوويه وطرق خمس حارات او 10 حارات في منطقه العلمين، وموسم تسويق سياحي للعلمين الصيف الماضي، واشوف هذا العام تسويق لمنطقه راس الحكمه التي اعتقد لو كان تم طرحها للاستثمار الاجنبي المباشر العام الماضي كانت لن تؤتي بخمس او عشر ما تم الاستهداف او الحصول عليه. فالنهارده التسويق الجيد لما لدينا من فرص اعتقد هو النهارده اللي بيعطي الصيغه الايجابيه اللي تعود بالنفع على المصريين. حضرتك النهارده لما اتكلم على مشروع زي مشروع الصوامع والتوسع في الرقعه الزراعيه، وطبعا كان قبلها من خلال التوسع في انشاء محطات الصرف المعالجه ثلاثيا اللي اعتقد الناس كتير برضو قدمت اللوم ليها، ما الداعي من هذه المشروعات؟ اعتقد النهارده عرفنا السبب، بنزيد من رقعتنا الزراعيه، بنزيد من حاصلاتنا الزراعيه، المصادرات ايضا بنستوردها بالظبط، بالاضافه طبعا الى منظومه متكامله من المشروع الصوامع قدرنا او لمسنا اهميتها في الازمه الروسيه الاوكرانيه وازمه غذاء اطالت العالم كله، والحمد لله كان عندنا مخزون استراتيجي من القماح يكفينا لباقي السنه لحين حصاد المحصول المصري. فكل هذه الامور بتعطي اريحيه لمتخذ القرار، بتعطي الاسبقيه ان انا لا يبقى ما فيش تحت ضغط وانا بتعامل في شراء او طرح مناقصه لسلعه مهمه بالنسبه للسوق المصري. كل هذه الامور طبعا بالاضافه الى ما تم استحداثهم بنيه تحتيه ما
كانش دائما كنا بنلوم الدوله ان ده مزاحمه للقطاع الخاص، ما كانش في قطاع خاص هيقوم بهذه المشروعات، ما حدش القطاع الخاص مش هيعمل طريق ولا هيعمل محطه صرف صحي ولا هيعمل محطه معالجه ولا هيعمل محطه كهرباء. هو بالتاكيد بيبحث عن الربح. بيبحث عن سرعه دوران راس المال وده حقه وما حدش بيلوم عليه، فالدوله تحملت ما عليها من اعباء حقيقيه بشكل يمكن كان يعني تكلفه باهظه، لكن النهارده بتؤتي ثمره. الاستثمارات العامه اللي وجهتها الدوله المصريه في الانفاق على مشروعات قوميه اعتقد هي النهارده اللي احنا بنتكلم وبنواهي العالم بما لدينا من فرص استثماريه، ما كانتش هتبقى موجوده بدون هذه البنيه التحتيه. يعني النهارده مصر كانت كلها منحصره في 7% من مساحه مصر الجغرافيه، هي دي مساحه العمران اللي فيها. لما تم وضع خطه استباقيه واستراتيجيه ان احنا نزيد او نضاعف هذه المساحه العمرانيه كنا قايلين على 30 ل 52 2030 ل 2052، النهارده تحصلنا على هذه المساحه بالفعل على ارض الواقع وزدنا من مساحه الرقعه العمرانيه، ده كان بفضل شرايين التنميه اللي تم استهدافها ومن خلالها تم على جانبي شرايين التنميه اللي هي مشروع قومي للطرق استهداف مدن صناعيه جديده ومناطق عمرانيه جديده تستوعب العماله التي تستهدفها الدوله للانتقال لمثل هذه الاماكن. فمصر اعادت الصياغه السكانيه، توزيع السكان من جديد، ده كله كان محتاج تكلفه ومحتاج انفاق جيد. النهارده ما اقمتش طريق بس، لا اقمت مجمع عمراني متكامل، مدارس، صحه، المراكز الشرطيه، مراكز خدميه، كل هذه الامور كانت بعيده كل البعد. المحافظات الحدوديه اللي كانت متراميه الاطراف وكان ما فيش موظف كبير في الدوله بيخشها، النهارده بنشوف سياده الرئيس ودوله رئيس الوزراء والساده الوزراء وهم بيمروا على هذه الدوله على هذه الاماكن بفضل مشروع قومي. كانت فكره، كانت مبادره هي حياه كريمه، النهارده اصبحت مشروع قومي بشكله كان هو شكل اجتماعي، لكن النهارده هو من اكبر المشروعات الداعمه للاقتصاد المصري التي اعتمدت على عنصر المشي البشري المصري في هذا المشروع، اعتمدت على المكون المحلي في هذا المشروع، اعتمدت على الايدي العامله واعتمدت على التمكين الاقتصادي في الاستهداف الفئات التي تطالها هذا المشروع. اعتقد ان المشروع في حد ذاته ان كان بشكله هو اجتماعي لكن هو اقتصادي صرف، فكل هذه الامور هي المحصله اللي في الاخر بينظر اليها المقيم الخارجي سواء للمؤسسات التصنيف سواء البنك دولي او صندوق دولي، بالاضافه طبعا لحاله الاستقرار الاقتصادي اللي بنشهدها كلنا في المؤشرات العامه، يعني في المؤشرات الكليه. صحيح. معدل البطاله بينخفض، الاحتياطي الحمد لله بيزيد، الملف الديني اللي دايما ما يشغلنا كلنا بيتراجع، ودي يمكن دي معادله صعبه جدا، انا بزيد من احتياطي نقدي وبتراجع في حجم الدين. النهارده في سياسه ترشيديه من قبل الدوله طبقا تتواكب مع الاحداث العالميه والازمات فيها الابقاء على ما تحقق من مشروعات، المشروع اللي وصلنا فيه الى 90% يتم الانتهاء منه، عدم الفتح في مشروعات جديده، كل هذه الامور طبعا يعني قيادت الفكره او قيادت الطموح اللي كان موجود لكن لم تتخلى عن الفكره نفسها، الفكره نفسها بناء جمهوريه جديده اعتقد ان احنا صحيح. على اساسها تم التاسيس والجاي باذن الله افضل. صحيح. ومن خلال هذا القادم ستشهد استثمارات وستشهد انفراج باذن الله في القادم باذن الله. بالتاكيد يعني انا الدوله المصريه ماضيه في طريقها الصحيح. الدكتور محمد البهواشي استاذ الاقتصاد، سعيده جدا بهذا الاتصال الهاتفي وبكل هذه المعلومات فندم، شكرا جزيلا لك.